موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولدا ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله، أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. هذه الآيات التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في ذكر عبادة الشيطان وعبادة الجن، مع أن من يعبدهم لا يسميها عبادة لكنه يصرف لهم العبادة، دليل على أن الشرك يحصل للإنسان إذا صرف العبادة لغير الله، وإن لم يسمي ما فعله عبادة، بل لو حتى لعن من يعبده، فأكثر الخلق يلعنون الشيطان، وأكثر بني آدم قد عبدوا الشيطان. ولذلك العبرة بأنه قد صرفت العبادة لغير الله أم لا، وأنه قد قامت عليهم الحجة أم لا.
فإذا بلغتهم دعوة الرسل في أن ما يفعلونه عبادة عندما يطيعون الشيطان في الكفر، كما قال عز وجل: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أي حين أطاعوهم في الكفر. وهذا الفرق المهم في هذا الباب، أعني أن الطاعة في الكفر كفر وشرك وعبادة، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقد قالوا إنا لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي بلى قد عبدتموهم، ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى، قال: فتلك عبادتهم. نقول هذا الفرق بين الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية، والطاعة في الكفر، حتى لا نتجاوز ونقول: كل من أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه طاغوتا فهو عابد له، وكذا يقال في الهوى: كل من اتبع هواه فهو اتخذ إلهه هواه. نقول الفرق المهم هو أن من أطاع الهوى أو أطاع الشيطان أو أطاع الأحبار والرهبان أو أطاع السادة والكبراء في الكفر فهو قد عبدهم وقد أشرك، ومن أطاعهم في المعصية مع اعتقاد أنها معصية فإن ذلك يكون معصية ولا يكون كفرا. كما أنه يجب الانتباه في هذا الباب إلى أن المخاطبين بهذه الآيات قد أرسل إليهم الرسل وبلغتهم الرسل الحجة، فلا حجة لهم عند الله ولا يعذرون بجهل، لأنهم ردوا دعوة الأنبياء ورسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقول هذا لأن كثيرا ممن يعبد القبور يقول: نحن لا نعبدهم، ولكنهم في الحقيقة يعتقدون لهم تدبير الكون، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ويطلبون منهم الرزق والشفاء والنجاح وجميع حاجاتهم يطلبونها من هؤلاء بنفس الزعم الذي كان يقوله المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإن كان المشركون قد أقروا بعبادة أوثانهم، لكن هؤلاء قالوا: لسنا نعبدهم، لكنهم في الحقيقة يعبدونهم، فلذلك يعتبر عبادة طالما قامت على صاحبها الحجة وبلغته الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد من الحذر مما يقوله هؤلاء، وحين يزعمون أننا طالما أننا قلنا الشهادتين فلا يقع منا الشرك أبدا، هذا من الجهل المبين، فإنه يمكن أن يقع الشرك وإن لم يسمي صاحبه ما يفعله شركا والعياذ بالله. لكن هناك فرق كما ذكرنا، أن من أقر بعبادة غير الله فالحجة عليه قامت بلا إله إلا الله، ومن قال: أنا لست أعبده ولا أعبد إلا الله، فالحجة إنما تقوم عليه بالدليل التفصيلي من القرآن والسنة بأن ما تفعله عبادة، وأن الله أمرنا أن نفرده بها كالدعاء مثلا والاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنتم تجيزون الاستغاثة بالأموات، وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
وكانوا بعبادتهم كافرين. نؤكد على هذا المعنى لأن الضلالات البينة في هذا الباب ممن ينتسبون إلى العلم علماء السوء الذين يجوزون طلب المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات ويقولون أن من منع المدد إنما هم الوهابية والتكفير التكفيريون ونعوذ بالله، بل الذي منع أن نطلب شيئا من غير الله على سبيل الدعاء والاستغاثة هو الله عز وجل في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كونهم لا يسمونها عبادة، الآية التي بين أيدينا ترد عليهم. المشركون لم يقولوا نحن نعبد الجن، ولكن كانوا يطيعونهم في الكفر، وكانوا أيضا يعوذون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. الطاعة في الكفر كفر حتى وإن لم يسميها صاحبها عبادة. قال ابن كثير: ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لما ذكر سبحانه وتعالى شرك الطاعة في عبادة الجن وبين أن الله المنفرد بالخلق، ذكر سبحانه شرك الصفات، وذلك أن من نسب إلى الله الولد بنين أو بنات فقد أشرك بالله حتى لو عبده وحده. فإن الشرك في الصفات منه بأن يشبه الله بخلقه في اتخاذ الولد أو اتخاذ الصاحبة، أو يشبه الله أو يشبه المخلوق بالله حين يصفه بالسمع المحيط والقدرة المحيطة التامة والبصر المحيط والإحياء والإماتة بنفسه، أو يعني على يعني ما يعتقدون من يثبتون تدبير الكون، حتى لو قالوا بإذن الله ولكن دون بينة من الله، فهذا الشرك في الصفات أن يعتقد لهم صفات الإله. وكذلك من يجحد صفات الكمال لله، هذه أنواع شرك الصفات، أن ينسب لله الولد فيشبه الله بخلقه، أو ينسب إلى المخلوق أنه الرب الإله، كما يقول النصارى المسيح الرب ربنا وإلهنا المسيح والعياذ بالله، أو أن ينفي صفات الله التي وصف بها نفسه بعد قيام الحجة بها. قال ابن كثير: ومعنى قوله تعالى وخرقوا له بنين أي واختلقوا، كما قاله علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وخرقوا يعني أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال جعلوا له بنين وبنات. قال مجاهد: وخرقوا له بنين وبنات، قال كذبوا. وكذا قال الحسن، وقال الضحاك وضعوا، وقال السدي قطعوا. قطعوا زمن الإقطاع، من يعطي ويؤلف يخترع. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذن، كلام ابن كثير نقل عن ابن جرير، وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير،
وخرقوا له بنين وبنات، يقول وتخرصوا لله كذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي إن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك. الجهل ده لا اعتبار به بعد قيام الحجة، الجهل بعد قيام الحجة ليس بمعتبر. قال ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفوه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. وقوله بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال ابن كثير بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سابق، كما قال مجاهد والسدي، ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. أن يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه شيء ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة ولا ولد كما قال تعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأن يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.